أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط الاستثناء في اليمين أن يكون الاستثناء بعد اليمين مباشرة، أم أنه يصح لو حصل بينهما فاصلة؟ بعضهم يقول لازم يكون متصل باللفظ، وبعضهم يقول لا، يجوز أن يكون في المجلس، إذا جاء الاستثناء في المجلس يكفي. والقول الأول أنه لازم يكون متصلا باللفظ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ظاهر حديث سليمان عليه السلام أنه ما يلزم أن يكون متصلا باللفظ، لأنه لما حلف عليه السلام قال له الملك قل إن شاء الله، فدل على أنه منفصل عنه، وأنه لو قال إن شاء الله ولو بعد أن انتهى كلامه أنه ينفعه ذلك، ففي دليل على أنه لا يشترط الاتصال اللفظي، وإنما يشترط الاتصال في المجلس. نعم.